قناة الدراما المغربية. هي انا حاس، انا حاس باللي نتوما هما السبب. اسي عبدو راه حنا ما عملنا ليه والو. والو والو درا عينا فيه هو غيزيد فيه. وهو كاع باغي يتوب خلاص، كاع باغي يهديه الله خلاص، ديما خلقنا المشاكل مع الكليان. واش حنا غنبقاو غير ترغبوا الناس؟ اسيدي هادشي كان من قبل، هادشي كان زمان، كان نهار الاول. اما الولد تبدل ودخل سوق راسو وما بقى كيقرب حتى شي واحد هنا في الوطيب. هادشي بعدا قولوا ليها ياك ما نتوما اللي قلتوا لي خويا الوطيب. اش كتشوفوا بعضياتكم؟ تكلموا معايا، جاوبوني. سي عبدو ها هو السي مهدي، انا جبته معايا. خالتك؟ عسي الله ينعسك مع هادوك اللي تحت الارض. شوفي عطاتي نانسي، انا راه نويشطه وراني عارفه كل شيء وكل شيء في راسي. اش في راسك؟ ادوي ادوي ونخليهم يتفرجوا فيك هاد الليله. أبلة زبيدة، أبلة يعني ختنا زبيدة. مالها؟ مالها معك؟ مالها معايا والو، غير هو أنا راه عارفة علاش ما بقاتش معانا هنا وعلاش مشات تحولت للشومبر أخرى. وانت شغلك؟ سوقك؟ تبدل ولا شغل هذاك؟ ويلي يا خالتي وما تخليش نشك في ذكائك، انتي زعما راه معروفة مطورة وكطيري بها في السما. يطيروك عليا إن شاء الله، علاش كتقلبي؟ علاش؟ انا اللي بغيت نقول لك عندك تمشي دير الثقه في هذيك خيتنا زبيده، لا تمشي تقتل لك الدريه وتبيعه وتشري في التربيه. شوفي النويشطه ولا شتي يقولوا لك نسكع. سمعتي؟ الا باقي جبدتي سميت زبيده على فمك ما تلوم غير نفسك ولا غلو اختي دوده. انا راه باغيه غير مصلحتك. شتي دابا هذيك ابله زبيده الا نفدات داكشي اللي وعدتك بيه راه أنا الأولى غادا نقول لك توقفي في جنبها وتعاونيها. أنا حاجة واحدة اللي كنطلب من هاد الدنيا، اطلق سرح بنتي، ما بغيت حتى حاجة أخرى والو. يلا صافي دابا خالتي نوضي نعسي لك شوية ودعي معايا خالتي رانا قربت نخرج من الحبس. شحال باقي لك؟ غير شي أيامات وصافي، ما باغاش نحسب. الله يطلق سرحك بنيتي. امين خالتي. آمين. الله يبعد عليك ولاد الحرام. امين امين. ما قلتش شي يا نويشطه، علاش جابوك هنا؟ علاش شدوك؟ ما عمرني ما حكيت لكم داكشي اللي طرا ليا. دابا انا كنت مسافره وناض شي واحد ولاد الحرام دار ليا خنيشه ديال الكوك في الصاك ديالي وهما يلصقوا فيا التهمه. الكوك يا صحاب الغبره، واش داك ليهم؟
الله نبي رسول الله. خذ تشرب شي الماء. مالك اش واقع؟ كنتي كتحلم؟ حلمت حلمة عمرني ما حلمت بحالها. هذاك الشيء كان قدامي بحالنا بصح. إيه ما تكون كتحلم غير بهذاك المهدي عاوتاني. المهدي؟ وعلاش المهدي؟ لأنه هو اللي خرج لنا في العود هاد الأيام، كان باتوا عليه وصبحوا عليه. الله يهديك عايشة، الله يهديك. أنت غير شغلة راسك معاه والسلام. إيه أنا اللي شغل راسي به، لدرجة أنني باش ندير لك خاطرك مشيت نقلب عليه وجبتو لك حتى اللوطي. عايشة أنا راه ما حلمتش غير بالمهدي. وباش حلمتي خير وسلام؟ شفت واحد المرأة، واحد المرأة واقفة فوق الصخر وراها الموش وكتعيط عليها سعيد سعيد، وملي قربت ليها غبرت ما عرفتش فين مشات. لا 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 هاد الشي غادي عندك وكيزيد. وعلاش كتصوت عليك سعيد؟ ما عرفتش ما عرفتش، وانا في الحلم كنت باغي نمشي نعتق. هاد القضيه عندك بدات كتخبل. قول لي هذاك المهدي باقي عنده والديه؟ ايوا على حسب ما حكى ليا مولاي رباتو توفات، ولكن والديه الحقيقيين مازالين في الحياه. إذن هذا هو التفسير ديال المنام. هادي ميمكن تكون غير هاديك مو اللي رباته الله يسمح لينا مهول عليه مسكينه في القبر. يمكن هذا هو الشرح، ولكن علاش هذيك المراه كتعيط عليا انا سعيد وكنحس بحال الا هي كتعرفني ولا انا كنعرفها ولا ما عرفتش انا. خلاص هذاك راه غير حلم. غير حلم. نعل الشيطان ورجع ترقد. ولكن انا عشت عاوتاني بديت كنحلم بهذا الشيء. سمي الله سي عبد الناس. سمي الله. كمان الو حياه، خلي معاك الدري يلعب حتى نسالي واحد المقابله. جلست الزبعده مالك واقف؟
هنا لالا جلست، شنو حب الخاطر؟ العيب ديالك السي كمال هو انك بمجرد ما كتقضي مصلحة ديالك ما كتبقى تبان لك حتى حاجة. اش من مصلحة علاش كتكلمي؟ ولي بصراحة هذه طريقة يستقبلوا بها الناس سيدة ما دارت غير الخير. بحالي انا خاصني يكون محاطة بالرعاية والحب والحنان. ولا لا السي كمال، انا ما كنكرش داك الشيء اللي عملتي من اجلي، ولو ما كنتيش انتي ما كنتش نعرف ولدي ولا نفرح به. ولكن اش انا اللي غادي نطلب منك حاجه وحده، بانك توفي بكلمتك معايا كيف ما وفيتها انا معاك. شوف امينه، انا فاهم قصدك وعارف باللي انا مديل ليك، غير هو في هذه الساعه انا ما كنفكرش في شي حاجه سميتها الارتباط. كنت متيقنه بانك غادي تخوي بيا بمجرد ما تاخذ الولد ديالك من عند وفاء، ولكن واحد الحاجه خصك تعرف، بانني انا راه امينه ماشي وفاء اللي دغيا استسلمات وفقدت الاعصاب ديالها. لا لا سي كمال، انا ما غادي نخرج من هنا حتى تقول لي واش غتزوج بيا ونكون مراتك ولا لا. هاد الساعه انا عملت واحد الكروه على واحد الشيء سميتو الزواج، وهذا هو الجواب ديالي اللي بغيتك تسمعيه قبل ما تخرجي من هنايا. انتهت المقابله الاخت. كنشكرك السي كمال على حسن المعامله، ما ردها لك في ساعه الخير. الو امل، صافا لاباس عليك؟ معك مهدي. مهدي فينك اخويا؟ فين غرتي علينا ديما؟ فينك دابا فينك؟ غير مع الوقت وصافي. صافا كي داير انتي وكي داير الحاج؟ الحاج هكذا حرفيا مبقاش بابا. كي داير الوليد؟ صحته لاباس؟ اسمحوا لي غير الظروف اللي ما خلتنيش نتصل. شمن ظروف هذه اللي تخليك تنسانا وتنسى كلشي؟ عرفتي بابا النهار وما طال هو كيخمم فيك، وانت هزيتي راسك ومشيتي انت وعبد الله ورميتي كلشي موراك. ماشي هادشي، غير وكان شي حوايج. حوايج فحال اش؟ اسمي امل، ما نقدرش نفسر لك في التليفون حتى نرجع ونعاود لك. انا بغيتك تشرح لي حاجه وحده. الدكتوره هناء شنو دارت لك حتى مشيتي وخليتيها؟ الو ما كيجاوبش، وقيلا معايا غير مشيتي لبوتيك. شكون اللي مرات افيشات عندك؟ كتبدا بصفر 24. هذه ديال الانتيكاتيف ديال مراكش والنواحي ديالو. جوستومون صاحبو عبد الله راه عنده العائله في ديك المناطق. علاش شفت انت هجا؟ ما شفتيش انا كنهضر معاه هو يقطع عليا. صلاح انا خويا مهدي خلعني ما عرفتش ماله. الوقت كافي لانه يصلح كل شيء ويرجع لطبيعته ولحياته الخاصه. حتى علاقته مع اختك هناء انت شفتي سولته عليها ويقطع عليا، انت ما حاولتيش تعرف منها علاش تفارقوا؟ حتى هي ما فاهمه والو، قالك خلى العيون لا تركت فيها بلي مستحيل انهم يفورميو ان كوبل زوج وزوجه. صافي صلاح خصني نمشي انا وياك وبابا وبيان سور الدكتوره هناء نقلبوا على خويا المهدي. انا ما عنديش مشكل بغيتي حدي غير الوقت وانا معك، ولكن خصنا نعرفوا بعدا البلاصه اللي هو فيها. دابا تاع عبد الله ما كنعرف عليه حتى شي حاجه، اون بليس ماما اللي ممكن تعطينا دي زانفورماسيون راه هي مليوحه في الحبس. علاش علاش مالها؟ علاش تشدت في الحبس؟ ما عرفتش، قال لك دارت شي حاجه في السبيطار اللي كانت خدامه فيه. الله يسر. شوف سي فاسيل، عطيني سميتها وكنيتها ونمشي انا وحميد نسولها. وي بون ايدي، بصح انت ما تشغلش راسك بهادشي، خلي غير يرجع بابا ان شاء الله شويه ونشوف شنو نديرو في هاد القضيه. ابخوبو شوي ديزولي ما سولتكش على سي الحاج، كيبقى لاباس عليه صافا ما غاديش تسيق واحد الحاجه. ما غاديش نسيق؟
انا معاك نسيخ كل شيء غير قول لي. سولني عليك وقال لي ضروري نعاودوا نعرضوا على صالح. شنو هي المناسبة؟ وانت شفتي المناسبة الاولى ما محسوباش. يوم بلوس ماشي انا اللي غنقول لك شنو هي المناسبة، خصك تسول سيد الحاج. انا غير همزة تواصل بيناتكم. انت غير همزة تواصل، انت على الحروف الابجدية كلها من ألفها الى ياءها. اهلا 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 سي المهدي. اهلا لاباس. لاباس بخير؟ صحه لاباس؟ كيف داير دابا؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. ايوا تفضل اشرب معايا شي قهوه. ايوا سيدي تفضل واخا، ولكن قبل ما نشربوا القهوه قول لي انت بعدا كيفاش درتي ليها اللي غير واحد جوج جمعتي حوايجك من هنا ومشيتي سكنتي في وطن اخر؟ ايوا سي عبدو راه هما اللي قالوا لي بلي الاصلاحات غتبدا هنا من دابا شويه. اش من اصلاحات؟ حنا ما عندنا اصلاحات، الحمد لله اللوطين بخير وعلى خير. شكون اللي قال لك هذا الكلام؟ خدامه ديال اللوطين. خدامه؟ ما متشاوروا هاد الخدامه، منين جابوا هاد الافكار؟ مزيان تبارك الله. معليش معليش السي عبدو، دابا راني رجعت وما كاين حتى شي مشكل. يا سيدي مرحبا بك مرحبا بك، ومره اخرى الا كان شي كلام يكون معايا انا. واخا سيدي. سيدي مزيان. قول لي امتى غادي تمشي لعند والديك باش تعرف عليهم؟ لقيتيني مازال كنخمم، ويلا هضرت مع امال. امال شكون امال؟ امال اختي. اسمح لي بغيت نقول اللي كانت اختي، لحقاش اختي الحقيقيه عندي معها مشكل كبير. بحالاش؟ صعيب باش نفسر لك. الدكتورة هناء براسها لو انها ساقت الخبر محال واش تصدق. دكتورة هناء؟ الدكتورة هناء اللي هي اختي الحقيقية من با امي. تبارك الله تبارك الله. دكتورة ونعم. والمشكل هو اني قبل ما نعرف باللي احنا خوت انا وياها كنا معارفين ومواعدين على الزواج. شو الكلام كتقول؟ الزواج؟ لا 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 بلاش بلاش بلاش. اسمح لي. خليك بلا تدخين احسن. قلتي لي كنتو موافقين على الزواج، كانت غتكون كارثه هذه. كارثه غير الله يحفظ وصافي. وهي فراسها هادشي؟ ما قدرتش نواجهها بالحقيقه، خليتها معلقه في الدار البيضاء وهربت لهنا الصويره. ايوا هنا انا ما متفقش معك، كان لازم تخبرها، لازم تعرف بلي انت اخوها وهي اختك وانتم اخوت شقيق. الهروب في هذه القضيه هذه راه ما تنفعش. ولكن السي عبدو راني ما نقدرش نتصور لحد الان ان هنا اختي. لازم تتصور ان هنا اختك، لازم، ولازم انتم بجوج تواجهوا المصير وتنسوا جميع الاحداث اللي وقعت. ربك كريم ونعم بالله. سي عبدو بغيت نوري لك التصويره ديال هناء. دكتوره تبارك الله تبارك الله، ظهر عليها من من عائله ما يمكنش. ويلي سبحان الله العظيم. سي عبدو ها ياك ما بان لك شي حاجه؟ لا لا غير جاب لي الله بحال فايت شايفها، ولكن فين ويمتى لقيتش عقل. سبحان الله. ما يمكن تكون شفتيها الا الا كان سبق لك مشيتي للكليك فاش هي خدامه. ما يمكنش. انا متيقن. سبحان الله العظيم. سي عبدو انت بعد سعادتك غير بوليداتك. لا لا انا ما عندي ولاد. انا ما عندك ولاد؟
على الولد والبنت اللي كيكونوا معاك ومع المدام عائشه ماشي ولادك؟ لا لا هذوك ماشي ولادي، هذوك ولاد مدام عائشه مع رجلها الاول الله يرحمه. اما انا يلاه عاد سبحان الله العظيم. اسمح لي يا سي عبدو، انا ما قصدتش ندخل في الخصوصيات ديالك، اسمح لي. انا لا ابدا، لا بالعكس، انا نبغيك تعرف عليا كيف ما انا نبغي نتعرف عليك. وغنقول لك واحد القضيه، شفتي من النهار اللي لقانا الله وهذه اول مره كتحصل لي في حياتي، حسيت بحال انت، حسيت يعني بحال انت قريب ليا. حتى انا سي عبدو ما عرفش شنو غادي نقول لك، ولكن كما كنتيش حدايا بكرة شحال هادي؟ لا ما تكملش، استغفر الله. دابا كيخصك تمحي من دماغك جميع هذيك الافكار وما تشوف غير القدام، شوف القدام، هادي راه هي الدنيا. هناء فاش كتخمي؟ شنو اللي واخد عقلك؟ والله نسيت اخالتي، نسيت كاع بلي الكتاب في يدي، والله الا صحت كنخمم. ايوا فاش كتخمي خبرينا باش نخمو معاك. وليت كنفكر في هاد الحاله اللي ولينا عايشين فيها، ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه، وسورتو بابا مسكين كنفكر فيه بزاف. واش عباد الله حتى لحد الساعه حتى واحد ما قدر يوصل لقلنا فينا هو، حتى واحد ما قدر يعرف فينا بلاصه كاين. البوليس راه كيديروا شغلهم، اي جون سوي سيغ بانه غادي يلقاوه وما عنده حتى حاجه ان شاء الله، يكون يعني ان شاء الله يا ربي. هنا عندي واحد القضيه بغيت نهضر معك فيها. مي سمعنا خير. كنظن بان جا الوقت باش نفكروا في شريفه، خصنا نخرجوها من داك السبيطار، ما عندها ما تبقى دير تما. واش حنا كرهنا؟ ولكن كنظن المساله ماشي بيدينا، كيفاش غنديروا؟ ايوا بيد من المراه راه ولات لاباس، وانا كنظن الا جات عاشت معنا هنا راه غادي ترجع لحالتها الطبيعيه وتنسى المشاكل اللي عاشت فيهم، ونتعاونوا جميعا بنتي باش نجمعوا شملكم. دابا المشكله هي حتى الدكتوره وفاء اللي كانت كتشرف عليها هي الوحيده اللي تقدر تعاوننا باش نخرجوها. هانت كتشوفي مسكينه حتى هي راه مرميه في السبيطار، حسنا عوانها مسكينه حتى هي من بعد داكشي اللي وقع لها. ايوا راه ما كايناش غير الدكتوره وفاء، راه كاينين مجموعه ديال الاطباء، وكنظن بانك حتى انت طبيبه وعندك الكلمه ديالك. اجي علاش ما تتصليش بالمدير ديال المستشفى وتخبريه بانك بغيتي تخرجي ماماك؟ كنظن هذه ما فيها حتى حاجه. ما ينسفو زعبل، تنظن هاد القضيه نقدروا نديروها. ولكن ما تنسايش راه خصنا نعلموا البوليس حتى هما. البوليس نفضيو الحريره بعدا ديال السبيطار، وعاد داك الساعه مدبره حاكم. يلا حطيها لي ديك الكتاب، يلا ماشي ان شاء الله. هذيك كلمة واحد قطعته على نفسي وحالفة تنوفي بيه، ولدك غردو لك من الدكتورة وفاء وهي كتشوف بعينيها بلاصتا بلا حكيم. لا سي كمال، أنا ما غادي نخرج من هنا حتى تقول لي واش غتزوج بيا ونكون مراتك ولا لا. دكتور كمال، بغيت قبل ما نمشي نشكرك على كل ما عملتيه معايا، نوضها لك بساعة الخير. هاد أمينة مستحيل على أي إنسان يعرف شنو تحت راسها، لغز واش من لغز. أنا حارت في أمرها وما عرفتش أش ندير معاها، من ناحية كنلقاها هي اللي مكنتني من ولدي اللي كنت كنجهل حتى الوجود ديالو في هاد الدنيا وما عمرني كنت غادي نتصوره، وخلته يجي يعيش معايا.
ومن ناحية أخرى أنا عارف وعندي اليقين التام والبرهان القاطع باللي هي اللي حطمت العلاقة اللي بيني وبين زوجتي الدكتورة وفاء. بالأكثر من هذا، أنا الآن شفت شنو عملات في وفاء وفين وصلتها. لهذا الصباح كيبان ليا باللي هاد أمينة ممكن تقوم بأي حاجة توصلها لغايتها. صاحبتها يا حسرة وصديقة العمر ديالها تنكرت ليها ودفعت بها للانهيار. علم الله شي يمكن تقوم به معايا أنا إلى ما تزوجتهاش كيف ما بغيها هي. طبعا أنا ما كيهمنيش شنو تبغي ولا شنو ما تبغيش، اللي خايف منه هو أنها تنتقم من ولدي طفل صغير، ويمكن لها في أي لحظة تلحق به الأذى. خصني ولا بد ما نلقى شي وسيلة اللي تخليني أنا وولدي في الأمان منها. لازم وفي أقرب وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. يا رب المرحوم ترحمه، وين القبر ديالو يكون روضة من رياض الجنة. اللهم يا ربي من كتابه ويسر حسابه وتقل موازينه بالحسنات، وأسكنه في دار الجنان مع القرآن مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وين القبر ديالو يكون روضة من رياض الجنة والأهل ديال المرحوم. يا الله صبرهم، اجعلهم من الصابرين الفائزين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يصبركم. صبر أوليدي عبد الله، صبر، يموت علينا حق. صبر أوليدي، وحتى جيتي دابا زرتي بوك، دابا غتلقاه فرحان في قبره. والموت أوليدي راك يحسوا بينا، أنا جينا نطلع عليهم. يلا أوليدي ندبدبو أنا وياك ونوريك أرض بوك وتعرفها وتحقها. يلا أوليدي رانا راضي عليك، وراتا هو راضي عليك. يلا أوليدي سير أوليدي، الله يرضي عليك. سير سير أوليدي، سير نوريك أرض بوك. سير سير أوليدي، الله يرضي عليك. هاتوما دوك الجوج، هذا ولد خوكم من دمكم ولحمكم ولا عدوكم؟ ها ودوي والمساخيط. امي المسخوط راه هو اللي نكرنا، ما يعرف عمو قبيلتها، ما احنا راه غزايدين. يا والله كون محشمت يا تنزل عليك بهاد العكاز. ها هذاك وجهك ولا كفاك؟ باغي تنكروا ولد خوكم؟ يا اهلا يحيي الزمان. انت علاش غادي نلوحوها امي؟ انت على ما فراسك شايل المثل اللي كتقول الحميله خناز كيهزوه مواليه. يا ولا طارتي حاجه في حقه يا بشرى، راه ياخذها ياخذها وتعطل دابا. عاقول لك يا واش خرجت شي كلمه من هذا الدرقوش هذا. امي سيري دخل الخيمه ديالك، راكي مازال مريضه وما خصكش تجهدي نفسك. يلا شوف اوليدي عبد الله، سير مع امك طيب، راه يعرف كل شيء، راه يوريك الارض بشبر بشبر، وراها من حقك. وياك وياك تفرط فيها. غير شنا يا حنا، ما حد عمي طيب معايا، ما عندي مناش نخاف. يلا السلام عليكم. يلا ويلي.